طيب خليني أبدأ مع حضرتك من آخر الخط، قطاع غزة. النهاردة يمكن شفنا المعدات داخل قطاع غزة في وقت زمني قصير منذ أن أعلن السيد الرئيس عن فكرة إعادة الإعمار في غزة. التحركات المصرية فيما يتعلق بهذه القضية، وكمان يمكن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة الأسبوع القادم، كل دي تحركات بتنم، أو إلى أي مدى نستطيع القول أستاذ أيمن أنها بتنم عن أن مصر بتتحرك في القضية دي من منطلقين دعم وشراكة؟ هي بتتحرك من في القضية دي، وأعتقد في مختلف القضايا كلها، من منطلق النبل الإنساني والشرف القومي. مصر الحقيقة على مدار تاريخها بتتعامل مع كل القضايا في المحيطين الإقليميين العربي والأفريقي من منطلق الشرف القومي والنبل الإنساني. وزادت هذه الأيام، وخصوصا في تحديدا لو اتكلمنا في موضوع غزة، هنلاقي أنه يعني نعلم جميعا ما فعلته حماس في مصر من 2011. ولكن رغم كل هذه السيئات ورغم ارتماء حماس في أحضان بعض القوى المعادية إقليميا ودوليا، إلا أنه مصر لم تنس الواجب الإنساني عليها تجاه أهالينا في غزة باعتبارهم هم جزء من الشعب المصري وأشقاء، سواء في وكثير يعني حتى في فعليا في أشقاء، لأنه في عائلات مصرية استوطنت غزة منذ فترة طويلة، كما استوطنت ويعيش في مصر كثير من الغزيين في سواء منذ 48 أو 67 أو ما قبل هذا التاريخ. مصر تعاملت مع الأمر بهذا النبل وهذا الشرف الإنساني اللي هو نبراس القيادة المصرية على تاريخها، خصوصا القيادات العسكرية اللي بتأمل في تأمين المحيط الإقليمي لمصر بالخدمات الإنسانية أكثر مما هي حالة عداء أو حالة تجاذب لمصالح. حتى وللأسف احنا شفنا في بعض الأصوات اللي هجمت انه مصر كان في هجوم على مصر فترة سابقة، خصوصا حتى من اخواننا في بعض الدول العربية وبعض الدول الأفريقية، انه مصر قافلة على غزة وعلى حماس وكذا. هذا الموقف يعني انا شفت وجالي ردود فعل إيجابية جدا من أشقائنا في مختلف الدول العربية والأفريقية، يعني بيستحسنوا موقف مصر وبيأكدوا ما أكدته مصر، أن هذا هو موقف مصر الحقيقي، بعيدا عن الطنطنة الإعلامية التي مارستها بعض الأنظمة التي أرادت أن تحتل موقف مصر ودور مصر الريادي في المنطقة، سواء بمال النفط أو بمال التجسس. طيب حضرتك اتكلمت عن فلسطين والجانب الإنساني اللي مصر بتتحرك فيه لحلحلة القضية الفلسطينية، ولكن برضو خلينا نسلط الضوء على الجانب السياسي في هذه القضية. مصر وفكرة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، مصر بالنسبة لها دي أولوية طبعا، لانه مصر على مدى تاريخها هي اللي متحمله العبء الاكبر ويعني الغرم الاكبر في القضيه الفلسطينيه، منذ ايام ثوره 36، ثوره الفلسطينيين في 36 في فلسطين، حتى الان هي مصر المتحمله، حتى مرورا بحرب الحروب، كل الحروب التي خاضتها مصر هي كلها كانت في المقام الاول من اجل الفلسطينيين والقضيه الفلسطينيه. حتى في ظل انقطاع العلاقات السياسية العربية المصرية والفلسطينية المصرية ما بعد 79، بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل، وما حدث للفلسطينيين في لبنان، كانت مصر هي التي ترعى الفلسطينيين في لبنان، وكانت تقوم بدور السند الحقيقي والحامي الحقيقي. ونذكر حتى خروج الفلسطينيين من لبنان في 82 كان تحت حماية مصرية وشاركت فيها مصر، وشاركت مصر في أحداث كثيرة يعني لا يتسع المجال للخوض فيها، لكن القضية الفلسطينية فعليا مصر هي الدولة الوحيدة التي سندت الفلسطين بقوة وبحقيقة يعني إمكانيات حقيقية، سواء بالدم الشهداء اللي قضوا في الحرب أو المال اللي دفع
واخرهم ال 500 مليون دولار طيب. التي اعلن عنها السيد الرئيس والمعدات اللي بدات تشتغل النهارده في غزه. طيب كل ده جنب كمان زياره سياده اللواء عباس كامل لقطاع غزه، ويمكن في جمله مهمه جدا وان هي مصر دايما بتقف على مسافه واحده من، احنا لو اتكلمنا على احزاب اتكلمنا عن فصائل، مسافه واحده لان مصر هو رغم ما رغم ما فعلت حماس، واكرر يعني رغم ما فعلت حماس في مصر واتفاقاتها الثنائيه مع بعض القوى الاقليميه المعاديه لمصر واعمال تخريبيه، الا ان ورغم انه على المقابل او الجانب الاخر ان مصر كانت من الدول اللي رعت منظمه فتح ورعت انشاء المنظمه منظمه التحرير الفلسطينيه ومنظمه فتح اللي هي بيمثلها الجناح اللي طيب. في رام الله، الا ان مصر تظل في القضيه الفلسطينيه على نفس المسافه من الطرفين، والمهم فيما يتعلق في وتدعم التوافق لان هو مصر تنظر الى الشعب الفلسطيني بغض النظر عن القيادات الحاليه سواء في الحركه حماس او في الجانب الاخر في منظمه التحرير المهم في النهايه هو لكن هي بتعمل على والتنميه للشعب الفلسطيني.